الطائرات اللي كانت عم ترمينا اليوم بفضل الله عز وجل هن بقبضتنا اللي ألقت على شعبنا وأذاقت شعبنا الأمرين من براميل الأسد. أما يا حسين مرتضى لا تم عصفورة ولا تم فرفولة. السلام عليكم. بعد تحرير مدينة حلب وتحرير المناطق اللي تم تحريرها حديثا، كثير تساؤلات عم تجينا من خارج سوريا او من داخلها. شو مصير المنشآت العامة او المرافق العامة او خلينا نسميها املاك الشعب؟ شو اللي صار فيها؟ هل هي رح تبقى على قيد عملها؟ هل هي رح تغلق؟ هل هي رح تنهب؟ هل هي شو اللي بده يصير فيها؟ فكل هاي الاجوبة رح نلاقيها ان شاء الله اليوم ضمن حلقتنا، ورح نبدا مع بعض باكبر مرفق موجود بحلب، هو مطار حلب الدولي. فخلينا نشوف المطار من جوا ونشوف هل في أضرار أو لا. مثل ما كنتم شايفين خلفي هون ساحة الانتظار، عم نشوفها سليمة بشكل كامل. فهلأ بدنا نشوف مع بعض كمان أقسام ثانية، نتعرف على المطار ونشوف هل فيه أضرار ولا لا. حاليا موجود بقاعة المغادرين، ومثل ما نكون شايفين تماما ما في اي شيء ابدا ابدا ابدا. الناس اللي جاي على مطار حلب عرفاني كلامي تماما. مثل ما نكون شايفين ما شاء الله بفضل رب العالمين الامور على حالها، ما متغير شيء ابدا حتى من الداخل، لكن الاضاءة وعدم وجود الكهرباء ما سمحت لنا انه نصور، يعني عتم تماما. لكن ان شاء الله تعالى نحن بس تتحرر سوريا من رجس عصابات الأسد وظلمه للشعب اللي موجود، فبإذن الله تعالى السوريين بمختلف أطيافهم راح يكون هذا المطار هو ملكهم، لأنه يعني هذا بالأصل هو ملك الشعب. طلعنا من مطار حلب الدولي وجينا على مطار النيرب العسكري، هذا المطار اللي كانت تخرج منه الطائرات لقصف أهلنا المدنيين بالمناطق المحررة. مثل ما كنتم شايفين طيارات عصابات الأسد صارت بإيد أبناء الثورة بفضل الله عز وجل. هلا هاي العصفورة ولا هديك يوسف؟ هاي العصفورة. ما أما يا حسين مرتضى لا تم عصفورة ولا تم فرفولة ولا تم طيورة ولا تم شيء. الطائرات اللي كانت عم ترمينا اليوم بفضل الله عز وجل هن بقبضتنا. لكن بنرجع بنأكد وبنجي على صلب حلقتنا لليوم، مطار النيرب كمان أموره جيدة. فهلأ رح نعمل جولة سريعة داخل هذا المطار وبرجع لكم إن شاء الله. شوف الخرطة اللي عند نظام الأسد، هاي كلها أصبحت غنائم. طبعاً اللي شايفينها وراي هي طيارات الهليكوبتر اللي ألقت على شعبنا وأذاقت شعبنا الأمرين من براميل الأسد، اللي راح ضحيتها مئات آلاف الشهداء اللي قتلوا فقط من خلال الطيران الهليكوبتر، طيران المروحة ألقى براميل على رؤوس الناس العزل، على الأطفال، على الأبرياء. لكن اليوم بفضل عز وجل بسواعد أبطالنا ثوارنا، مطار النيرب العسكري تحت قبضة أبناء الثورة، تحت حكم أبناء الثورة، رجع لأهله من جديد. الأربع سنوات أو الخمس سنوات السابقة كانت فعلا سنوات إعداد، واستغربنا نحن من كمية الانتصارات الكبيرة والسريعة والفتوحات العظيمة اللي الله من علينا الحمد لله رب العالمين. عملنا جولة بمطار حلب الدولي، وعملنا جولة أيضا بمطار النيرب العسكري، وبإذن الله تعالى الجولة الثانية راح تكون بمطار حماة العسكري، وبإذن الله الجولة اللي بعدها كمان راح تكون بمطار دمشق الدولي. انتهت حلقتنا لليوم، هي كانت جولة سريعة لكن حبينا نورجيكم الممتلكات العامة شو اللي راح يصير فيها. طبعا بهي الحلقة اقتصر موضوعنا فقط على المطارات، ان شاء الله تعالى راح نعمل حلقة مطولة ومفصلة تماما عن المنشآت الحيوية او خلينا نسميها الممتلكات العامة اللي موجودة داخل مدينة حلب. ولهون بتكون نهاية حلقتنا، دمتم برعاية رب العالمين، سلام عليكم.